وسهلا فيكم اصدقائي، عم نطلع عليكم انا ويمبو بيوم جديد وتحديات جديده. واكيد لازم تعرفوا انه كل المطلوب منكم تكثفوا اتصالاتكم وتشاركوني اجاباتكم لتكون فرصتكم اكبر تقدروا تدخلوا معنا السحب نهار الخميس وتكونوا من بين الرابحين. اصدقائي، هديتنا هذا الاسبوع مقدمه من فوج تاون، وهي عباره عن جوله سياحيه باماره الفجيره بقيمه 1600 درهم شامله وجبه الفطور والغداء كمان المواصلات. رح نعرف ريمبو شو مخبي لليوم ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو يا أصدقائي وقف عند اللون الأخضر، وهاللون بيقول منطقة من الجبال المرتفعة مغطاة بغابات كثيفة، وهذا الارتفاع جعلها صالحة لأغلب المحاصيل الزراعية ومناسبة لجميع الكائنات الحية، وهي من أجمل المناطق في ليبيا والتي يقصدها السياح طلباً للراحة والاستجمام. ماذا يسمى الجبل الذي يتكون من الجبال المرتفعة في ليبيا؟ رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي، سؤالنا بيقول منطقة من الجبال المرتفعة مغطاة بغابات كثيفة، وهذا الارتفاع جعلها صالحة لأغلب المحاصيل الزراعية ومناسبة لجميع الكائنات الحية، وهي من أجمل المناطق في ليبيا والتي يقصدها السياح طلباً للراحة والاستجمام. ماذا يسمى الجبل الذي يتكون من الجبال المرتفعة في ليبيا؟ فكروا يا أصدقائي. رح نأخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معي؟ إيش حالك أختي؟ الحمد لله بخير، أنت كيفك؟ الحمد لله أنا والله. خبريني مين معي؟ اسمي فاطمة. أهلا وسهلا فيكي فاطمة، خبريني منين عم تحكينا وقد عمرك؟ من العين، وعمري 10 سنوات. العمر كله يا رب. طيب فاطمة، عرفتي شو الجواب؟ لا أختي، عيد السؤال. تمام، سؤالنا بيقول ماذا يسمى الجبل الذي يتكون من الجبال المرتفعة في ليبيا؟ شوفات ما عرفتي؟ أختي ساعديني، ما حد عندي يساعدني. طيب شو رأيك دلك على طريقة كتير سهلة تعطيك الجواب الصحيح؟ تسألي جوجل لأنه أنا ما رح أقدر ساعدك، وتقدري تفكري بهذا الوقت معنا تقريبا 5 دقايق وترجعي تتصلي فيني، شو رأيك؟ تمام؟ طبعا. أخلي وحدة تكون معي يعني؟ إيه، رح أخذ باقي الأصدقاء وأنت كمان شوفي الجواب واتصلي لي، أوكي؟ عادي تتصلون يعني؟ لا، أنت لازم تتصلي، بس تلاقي الجواب وتعرفي اتصلي فينا، أوكي؟ أوكي أوكي أوكي. شكراً لك فاطمة، أكيد أنا وريمبو عم نستنى جوابك ومشاركتك، مين يا ترى رح يعرف الجواب ويتصل فينا ويخبرنا ماذا يسمى الجبل الذي يتكون من الجبال المرتفعة في ليبيا؟ رح ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو. أهلا وسهلا حليمة، كيفك اليوم؟ الحمد لله، أنت كيف؟ الحمد لله بخير، خبريني عرفتي شو الجواب؟ إيه. شو؟ الجبل الأخضر. أكيد أكيد. مساعدة؟ مساعدة. مين؟ بابا. الله يحفظه يا رب ويخلي لك إياه. خبريني فاطمة كمان رح تشارك؟ إيه. يلا تمام. ألو ألو. أهلا أهلا فاطمة، كيفك؟ الحمد لله، كيفك؟ الحمد لله بألف خير، خبريني عرفتي شو الجواب؟ الجبل الأخضر. متأكدة طبعاً صح؟ أكيد. شكراً لكم صديقاتي حليمة وفاطمة، أخذت إجاباتكم الجبل الأخضر، إن شاء الله تكون صحيحة. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي، وإذا ما كنتوا بتعرفوا الجواب تقدروا تسألوا الموجودين معكم، كمان تسألوا جوجل. اتصال جديد ونقول ألو. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معي؟ موزة. أهلا وسهلا فيكي موزة، خبريني شو جوابك؟ الجبل الأخضر. متأكدة؟ متأكدة، سعيد تشارك. أوكي تمام. أهلا. أهلا أهلا، كيفك سعيد؟ زين الحمد لله، خبرني شو جوابك؟ الجبل الأخضر. الجبل الأخضر. شكرا لمشاركتك سعيد. اوكي تمام، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه يا صديقي، واكيد شكرا لموزه. مين لسه من الاصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كثير منيح يا اصدقائي وكثفوا اتصالاتكم. اتصال جديد وبنقول الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مين معي؟ وياك فاطمه. اهلا وسهلا فاطمه من جديد، خبريني عرفتي شو الجواب؟ هي الجبل الاخضر. متاكده؟ هي. شكرا لمشاركتك فاطمة، أكيد يا صديقتي لتعرفي إذا جوابك صح أو خطأ لازم تكملي معنا الوقت المخصص لهذا السؤال
وأنا ورينبو أكيد مستنى دائما مشاركتك. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كتير منيح أصدقائي وكتبوا اتصالاتكم وخبروني إجاباتكم لتكون فرصتكم أكبر تقدروا تدخلوا معنا السحب نهار الخميس لتكونوا من بين الرابحين. يلا يا أصدقائي، نجمة الأسبوع صديقتي موزة وينك؟ لازم تشاركينا وتخبريني شو جوابك. رح أرجع أكرر عليكم، اللون الأخضر كان بيقول منطقة من الجبال المرتفعة مغطاة بغابات كثيفة، وهذا الارتفاع جعلها صالحة لأغلب المحاصيل الزراعية ومناسبة لجميع الكائنات الحية، وهي من أجمل مناطق في ليبيا والتي يقصدها السياح طلبا للراحة والاستجمام. ماذا يسمى الجبل الذي يتكون من الجبال المرتفعة في ليبيا؟ فكروا كتير منيح أصدقائي. حورية ونورة عبيبة وهنية وسعيد وسيف وحمزة ولينا، أنا عم بستنى اتصالاتكم ومشاركاتكم. رح ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معي؟ وياد شمة. أهلا وسهلا شمة، كيفك اليوم؟ الحمد لله. والله الحمد لله. خبريني، عرفتي شو الجواب؟ هي الجبل الأخضر. حدا ساعدك؟ لا لا، بروحي عرفته. برافو عليكي، شكرا لمشاركتك شمة، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة يا صديقتي. مين لسه من الأصدقاء رح يعرفوا الجواب؟ كتبوا اتصالاتكم أصدقائي واستغلوا الوقت قبل ما ينتهي وشاركوني وخبروني إجاباتكم لحتى تزيد فرصتكم بالربح وتدخلوا معنا السحب نهار الخميس. تذكروا أصدقائي هديتنا هذا الأسبوع مقدمة من فوج تاون، وهي عبارة عن جولة سياحية بإمارة فجيرة بقيمة 1600 درهم. للأسف شما كانت آخر الأصدقاء المشاركين معنا لهذا السؤال وانتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول ماذا يسمى الجبل الذي يتكون من الجبال المرتفعة في ليبيا؟ والجواب أكيد صح، الجبل الأخضر. ألف مبروك لكل اللي شاركوا معنا، كل إجاباتكم كانت صحيحة. ورينبو لسه مخبي معلومات، لهيك بدنا نقول ابدأ يا رينبو. رينبو ستوب. رينبو يا أصدقائي كمان مرة وقف عند اللون الأخضر، بس هالمرة اللون بيقول هي طبقة نسيجية رقيقة تبطن مؤخرة العين من الداخل وتقع بالقرب من العصب البصري، ويتمثل دورها في تحويل أشعة الضوء المنعكسة عليها عبر عدسة العين إلى إشارات ترسل إلى الدماغ الذي يقوم بدوره بتفسيرها كصورة مرئية، وبفضلها فإننا نميز الألوان وشدة الضوء وتفاوت درجاته. ما اسم الطبقة النسيجية التي تبطن مؤخرة العين من الداخل وتقع بالقرب من العصب البصري؟ رح أرجع أكرر عليكم يا أصدقائي، اللون الأخضر كان بيقول هي طبقة نسيجية رقيقة تبطن مؤخرة العين من الداخل وتقع بالقرب من العصب البصري، ويتمثل دورها في تحويل أشعة الضوء المنعكسة عليها عبر عدسة العين إلى إشارات ترسل إلى الدماغ الذي يقوم بدوره بتفسيرها كصورة مرئية، وبفضلها فإننا نميز الألوان وشدة الضوء وتفاوت درجاته. ما اسم الطبقة النسيجية التي تبطن مؤخرة العين من الداخل وتقع بالقرب من العصب البصري؟ رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو ألو ألو. أهلا وسهلا حليمة، خبريني شو جوابك؟ شبكية. حدا ساعدك؟ ماما. الله يحفظها، شكرا لمشاركتك حليمة. خليني اسمع الجواب كمان من فاطمة. أوكي يلا تمام. ألو. أهلا وسهلا فاطمة من جديد، خبريني شو جوابك يا صديقتي؟ شبكية. كمان الماما ساعدتك؟ أعرفها. برافو عليكي، شكرا لمشاركتكم حليمة وفاطمة. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو ألو. ألو سامعتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته موزة، أهلا وسهلا. أيوة. فيك، خبريني شو جوابك؟ الشبكية إن شاء الله. متأكدة صح؟ إن شاء الله. شكرا له. مين في حدا من الشباب؟ اسمي سيف. سيف ولا سعيد؟ سيف. أهلا وسهلا سيف، كيفك اليوم؟ زين الحمد لله. خبرني شو جوابك؟ الشبكية. متأكد؟ الشبكية. متأكد سيف؟ شكرا لمشاركتك صديقي، واكيد شكرا لموزة، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه وتكونوا من بين الرابحين. معنا اتصال جديد ومنقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين معي؟ محمد. اهلا وسهلا محمد، عرفني عن حالك، من وين عم تحكينا وقد عمرك؟ العين. وقد عمرك؟ 14. بعمر كله يا رب. اللي عرفت الجواب
محمد اسمعني من التليفون مو من التلفزيون صديقي مشان اقدر اسمعك بوضوح. اوكي محمد بعدك معي؟ للاسف شكله انقطع الاتصال مع محمد. اكيد يا صديقي عم بستنى اتصالك كمان مره لتخبرني اجابتك. بس مين لسه من الاصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كثير منيح. اتصال جديد ومنقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين معي؟ وياد سلامة. اهلا وسهلا سلامة، كيفك؟ من العين. اهلا وسهلا فيك يا صديقتي، خبريني شو جوابك؟ الشبكية. متأكدة؟ هي اختي. شكرا لمشاركتك سلامة، أكيد لتعرفي إذا جوابك صح أو خطأ لازم تكملي معنا الوقت المخصص لهذا السؤال لتقدري تكوني كمان من بين الرابحين معنا. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كثير منيح يا أصدقائي، رح ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ لجين. أهلا وسهلا لجين، كيفك؟ الحمد لله. زمان كثير ما حكيتي مع ريمبو. خبريني شو جوابك؟ الشبكية. حدا ساعدك؟ لا. برافو عليكي، شكرا لمشاركتك لجين، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه يا صديقتي. مين لسه رح يشاركنا من الاصدقاء؟ فكروا كثير منيح واستغلوا الوقت واتصلوا فينا وخبرونا اجاباتكم لحتى تقدروا تدخلوا معنا السحب نهار الخميس وتكونوا كمان من بين الرابحين. اصدقائي اللون الاخضر كان بيقول ما اسم الطبقه النسيجيه التي تبطن مؤخره العين من الداخل وتقع بالقرب من العصب البصري؟ اتصال جديد ومنقول الو. الو. مرحبا، مين معي؟ احمد محمد. اهلا وسهلا فيك احمد، خبرني عرفت شو الجواب؟ ايه. شو؟ الشبكية. متأكد؟ ايه. برافو عليك، شكرا لمشاركتك احمد، لتعرف اذا جوابك صح او خطأ لازم تكمل معنا الوقت المخصص لهذا السؤال. اتصال جديد ومنقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معي؟ حبيبتي اختي. الحمد لله بخير، انت كيفك؟ الحمد لله. مين معي؟ شمة. اهلا وسهلا شمة من جديد، خبريني شو جوابك؟ الشبكية. متأكدة صح؟ هي متأكدة اختي. ان شاء الله تكون اجابتك صحيحة شمة وتكوني من بين الرابحين. مين لسه رح يشاركنا اصدقائي؟ فكروا كثير منيح وكثفوا اتصالاتكم لتكون فرصتكم اكبر تقدروا تدخلوا معنا السحب نهار الخميس وتكونوا نجوم الاسبوع والرابحين معنا. ما اسم الطبقة النسيجية التي تبطن مؤخرة العين من الداخل وتقع بالقرب من العصب البصري؟ فكروا يا أصدقائي، وإذا ما كنتوا بتعرفوا الجواب أكيد بتقدروا تطلبوا المساعدة من الموجودين معكم، كمان بتقدروا تطلبوا مساعدة من جوجل اللي أكيد رح يعطيكم الجواب الصحيح وتتصلوا فينا. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معي؟ أمينة. أهلا وسهلا أمينة، خبريني عرفتي شو الجواب؟ هي الشبكية. متأكدة؟ هي متأكدة. مساعدة ولا بدون؟ بدون مساعدة والله. برافو عليكي، شكرا لمشاركتك أمينة، أنت كنتي آخر الأصدقاء المشاركين معنا لهذا السؤال. للأسف بدأ العد التنازلي يا أصدقائي وانتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول ما اسم الطبقة النسيجية التي تبطن مؤخرة العين من الداخل وتقع بالقرب من العصب البصري؟ والجواب أكيد صح، الشبكية. ألف مبروك أصدقائي ريمبو، لسه مخبي معلومات بس بعد هذا البريك. ورجعنا لكم أصدقائي لحتى نكمل تحدياتنا من بعد هذا البريك، وبدي أذكركم كل المطلوب منكم تفكروا كتير منيح وتكتفوا اتصالاتكم وتشاركوني إجاباتكم لتقدروا تدخلوا معنا السحب نهار الخميس. أصدقائي هديتنا هذا الأسبوع مقدمة من فوج تاون، وهي عبارة عن جولة سياحية بإمارة الفجيرة بقيمة 1600 درهم شاملة وجبة الفطور والغداء كمان المواصلات. رح نعرف ريمبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو يا أصدقائي وقف عند اللون الأزرق، وهاللون بيقول من الآثار التاريخية في مدينة أبوظبي، حيث بني هذا الحصن على قاعدة في البحر عام 1793 ميلادي، وذلك لرصد أي تحركات تؤذي السكان بسبب عمليات المد والجزر التي لعبت دورا كبيرا في فصل الجزيرة عن البر الرئيسي للإمارة. وكانت توجد بجوار هذا الحصن قلعة صغيرة لحمايته ولكنها تهدمت. ما اسم الحصن التاريخي في إمارة أبوظبي المبني على قاعدة
في البحر. أصدقائي رح أرجع أكرر عليكم سؤالنا، بيقول من الآثار التاريخية في مدينة أبوظبي حيث بني هذا الحصن على قاعدة في البحر عام 1793، وذلك لرصد أي تحركات تؤذي السكان بسبب عمليات المد والجزر التي لعبت دورا كبيرا في فصل الجزيرة عن البر الرئيسي للإمارة. وكانت توجد بجوار هذا الحصن قلعة صغيرة لحمايته لكنها تهدمت. ما اسم الحصن التاريخي في إمارة أبوظبي المبنية على قاعدة في البحر؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي وشاركوني إجاباتكم، وإذا ما بتعرفوا أكيد بتقدروا تطلبوا المساعدة. رح ناخذ أول أصدقاء المشاركين ونقول ألو. أبو. ألو ألو ألو. مرحبا، مين معي؟ عبد الرحمن. أهلا وسهلا عبد الرحمن، كيفك اليوم؟ الحمد لله الحمد لله. خبرني شو جوابك؟ قصر الحصن. شو؟ قصر الحصن. قصر الحصن. متأكد؟ طب أنا رح أخذ إجابتك عبد الرحمن، بس لازم خبرك أنه لسه معنا شوية وقت، إذا حبيت تتغير الجواب أكيد أنا وريمبو دايما عم نستناك. مين لسه يا أصدقائي رح يعرف الجواب؟ يا ترى جواب عبد الرحمن صح أو خطأ؟ أكيد رح نعرف مع نهاية الوقت المخصص لهذا السؤال. أنتوا فكروا كتير منيح، وإذا ما بتعرفوا الجواب أكيد تقدروا تطلبوا المساعدة. ما اسم الحصن التاريخي في إمارة أبوظبي المبني على قاعدة في البحر؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي وكثفوا اتصالاتكم، رح أرجع أعطيكم شوية معلومات. بتقول من الآثار التاريخية في مدينة أبوظبي حيث بني هذا الحصن على قاعدة في البحر عام 1793، وذلك لرصد أي تحركات تؤذي السكان بسبب عمليات المد والجزر التي لعبت دورا كبيرا في فصل الجزيرة عن البر الرئيسي للإمارة. وكانت توجد بجوار هذا الحصن قلعة صغيرة لحمايته ولكنها تهدمت. رح ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو. أهلا وسهلا يا صديقتي، خبريني عرفتي شو الجواب؟ إيه. شو؟ قصر الحصن في المقطع. كيف عرفتي؟ لعم جوجل أو بابا. شكرا للعم جوجل وشكرا للبابا، الله يحفظه يا رب. خبريني فاطمة كمان رح تشارك؟ إيه. يلا تمام. ألو. أهلا أهلا فاطمة، خبريني يا صديقتي. شو؟ المقطع. جسر المقطع صح؟ ايه. شكرا لمشاركتكم صديقاتي حليمة وفاطمة، أخذت إجاباتكم حصن جسر المقطع إن شاء الله تكون صحيحة. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي، رح أرجع أكرر عليكم سؤالنا كان بيقول ما اسم الحصن التاريخي في إمارة أبوظبي المبني على قاعدة في البحر؟ فكروا كتير منيح وكتفوا اتصالاتكم، شاركوني إجاباتكم لتكون فرصتكم أكبر تدخلوا السحب وتكونوا من بين الرابحين. رح ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ أهلا محمد. محمد أهلا وسهلا فيك من جديد، خبرني عرفت شو الجواب؟ أحمد محمد. أحمد أهلا وسهلا فيك، قلي شو الجواب؟ جسر مقطع. متأكد؟ ها. شكرا لمشاركتك أحمد، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة يا صديقي. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي وكثفوا اتصالاتكم لتكون فرصتكم أكبر تدخلوا معنا السحب نهار الخميس. اتصال جديد ومنقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معي؟ سارة. أهلا وسهلا سارة، كيفك اليوم؟ بخير الحمد لله. الحمد لله، خبريني عرفتي شو الجواب؟ جسر المقطع. جسر المقطع صح؟ ايه. مساعدة ولا بدون؟ لا بدون؟ هي. برافو عليك وشكرا لمشاركتك سارة، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة يا صديقتي وتقدري تكوني من بين الرابحين معنا. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ اتصال جديد ومنقول ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، موزة صح؟ ايه. أهلا وسهلا فيك من جديد، خبريني عرفتي شو الجواب؟ قصر المقطع. في حدا رح يشارك؟ سعود شارك؟ شارك؟ ما يبي يشارك. اوكي خلص رح اكتفي باجابتك، شكرا لمشاركتك موزة، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. اتصال جديد ومنقول الو. اهلا وسهلا، مين معي؟ لجين. اهلا وسهلا من جديد لجين، خبريني شو جوابك؟ ها؟ شو جوابك؟ جزء المقطع. حدا ساعدك؟ لا. برافو عليكي، شكرا لمشاركتك يا صديقتي، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. حصن جسر المقطع، يا ترى مين لسه من الاصدقاء رح يشاركونا؟
فكروا كتير منيح يا أصدقائي. رح ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ مع الحبتين أمينة. أهلا وسهلا فيكي أمينة، خبريني شو جوابك؟ بشر المقطع. حدا ساعدك؟ هي. مين؟ أمي. الله يحفظها وشكرا لمشاركتك أمينة، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة يا صديقتي. أصدقائي فكروا كتير منيح وكتفوا اتصالاتكم قبل ما ينتهي الوقت المخصص لهذا السؤال لتدخلوا السحب معنا وتكونوا من بين الرابحين. مين لسه من أصدقاء رح يشاركونا؟ يلا يا أصدقائي رح ينتهي الوقت، فكروا كتير منيح، ومثل ما خبرتكم دائما إذا ما بتعرفوا جواب تقدروا تطلبوا المساعدة. للأسف أصدقائي بدأ العد التنازلي وانتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول ما اسم الحصن التاريخي في إمارة أبو ظبي المبني على قاعدة في البحر؟ والجواب حصن جسر المقطع. ألف مبروك لكل اللي شاركوا معنا، كل إجاباتكم كانت صحيحة، وريمبو لسه مخبي معلومات، لهيك بدنا نقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو يا أصدقائي وقف عند اللون البنفسجي، وهاللون بيقول هي إحدى إمارات دولة الإمارات، وتعتبر ثاني أكبر إمارة في الاتحاد بعد إمارة أبو ظبي، وهي العاصمة الاقتصادية للدولة. دخلها الاقتصادي يعتمد على التجارة والعقارات والخدمات المالية وأيضا على السياحة، وقد جلبت النهضة الاقتصادية والعمرانية الكبيرة فيها شهرة عالمية للإمارة لتحتل مكانة مرموقة عالميا. ما هي عاصمة الإمارات الاقتصادية في الإمارات وهي ثاني أكبر إمارة في الاتحاد؟ رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي، سؤالنا بيقول هي إحدى إمارات دولة الإمارات، وتعتبر ثاني أكبر إمارة في الاتحاد بعد إمارة أبو ظبي، وهي العاصمة الاقتصادية للدولة. دخلها الاقتصادي يعتمد على التجارة والعقارات والخدمات المالية وأيضا على السياحة، وقد جلبت النهضة الاقتصادية والعمرانية الكبيرة فيها شهرة عالمية للإمارة لتحتل مكانة مرموقة عالميا. ما هي عاصمة الإمارات الاقتصادية في الإمارات وهي ثاني أكبر إمارة في الاتحاد؟ سؤالنا كتير سهل أصدقائي، لازم كلكم تعرفوا الإجابة وتشاركونا. رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو. أهلا وسهلا حليمة، خبريني شو الجواب؟ إمارة دبي. حدا ساعدك؟ كلنا نعرفها طبعا، معروفة. شكرا لمشاركتك حليمة، رح أخذ الجواب كمان من فاطمة. إيه فاطمة. ألو. 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 أهلا وسهلا فيك يا صديقتي من جديد، خبريني شو جوابك؟ دبي. شكرا لمشاركتك فاطمة، وأكيد شكرا لحليمة، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. إمارة دبي يا أصدقائي، فكروا كتير منيح إجابات حليمة وفاطمة، صح أو خطأ خبروني وشاركوني اتصالاتكم. رح ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ مرحبتين. مين معي؟ خولة. أهلا وسهلا فيكي خولة، منين عم تحكينا؟ من العين. أهلا وسهلا فيكي يا صديقتي، قولي لي عرفتي شو الجواب؟ دبي. عم تسأليني ولا متأكدة؟ إن شاء الله دبي. دبي. شكرا لمشاركتك خولة، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة يا صديقتي. أكيد لتعرفي إذا جوابك صح أو خطأ لازم تكملي معنا الوقت المخصص لهذا السؤال. رح ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ لجين. أهلا وسهلا فيكي لجين من جديد، خبريني شو جوابك؟ دبي. حدا ساعدك؟ لا. برافو عليكي، شكرا لمشاركتك صديقتي المجتهدة، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. مين لسه من أصدقائي رح يعرفوا الجواب ويشاركونا؟ كتبوا اتصالاتكم يا أصدقائي، السؤال كتير سهل لازم كلكم تعرفوه وتكونوا متأكدين منه. ولا تنسوا أنه جائزتنا هذا الأسبوع المقدمة من فوج تاون، وهي عبارة عن جولة سياحية بإمارة الفجيرة بقيمة 1600 درهم شاملة وجبة الفطور والغداء كمان المواصلات. فكروا كتير منيح لتكون عندكم فرصة تزوروا الفجيرة وتعملوا فيها جولة سياحية كتير ممتعة. رح ناخذ اتصال ونقول ألو. 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 أهلا وسهلا موزة من جديد، خبريني شو جوابك؟ إمارة دبي. متأكدة صح؟ إن شاء الله. شكرا لمشاركتك موزة، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة يا صديقتي. مين لسه من أصدقاء رح يعرفوا الجواب؟ ما هي عاصمة الإمارات الاقتصادية في الإمارات وهي ثاني أكبر إمارة في الاتحاد؟
فكروا كتير منيح يا أصدقائي، سؤالنا كتير سهل لازم كلكم تعرفوه وتشاركونا، وفي حال كنتوا ما بتعرفوا أكيد تقدروا تطلبوا المساعدة من الموجودين معكم وكمان من جوجل اللي رح يعطيكم الجواب الصحيح. لا تخلوا ريمبو يتحداكم أبداً وكتفوا اتصالاتكم لتكون فرصتكم أكبر تقدروا تدخلوا السحب معنا نهار الخميس. رح أرجع أكرر عليكم شوية معلومات كان مخبيها ريمبو. بتقول هي أحدى إمارات دولة الإمارات وتعتبر ثاني أكبر إمارة في الاتحاد بعد إمارة أبوظبي، وهي العاصمة الاقتصادية للدولة. دخلها الاقتصادي يعتمد على التجارة والعقارات والخدمات المالية وأيضاً على السياحة، وقد جلبت النهضة الاقتصادية والعمرانية الكبيرة فيها شهرة عالمية للإمارة لتحتل مكانة مرموقة عالميا. ما هي عاصمة الإمارات الاقتصادية في الإمارات وهي ثاني أكبر إمارة في الاتحاد؟ فكروا يا أصدقائي وشاركوني إجاباتكم واستغلوا الوقت قبل ما ينتهي لحتى أنا وياكم نقدر نعرف شو الجواب الصحيح ونعرف كمان شو المعلومات اللي لسه مخبينا إياها ريمبو. لا تنسوا جائزتنا هذا الأسبوع مقدمة من فوج تاون وهي عبارة عن جولة سياحية بإمارة الفجيرة بقيمة 1600 درهم شاملة وجبة الفطور والغداء وكمان المواصلات. فكروا كتير منيح أصدقائي وكتبوا اتصالاتكم وشاركوني إجاباتكم. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ خالد. خالد ولا صالح؟ خالد. خالد أهلا وسهلا فيك، منين عم تحكينا؟ أبوظبي. أهلا وسهلا فيك صديقي، خبرني عرفت شو الجواب؟ شو خالد؟ دبي. دبي متأكد؟ فيه. شكرا لمشاركتك صديقي. لتعرف إذا جوابك صح أو خطأ أكيد لازم تكمل معنا الوقت المخصص لهذا السؤال، وأنا وريمبو نتمنى تكون صديقنا الدائم. مين الصغير خالد رح يشاركنا؟ أصدقائي كتفوا اتصالاتكم واستغلوا الوقت لحتى تزيد فرصتكم بالربح وتقدروا تكونوا نجوم الأسبوع والرابحين معنا لهذا الأسبوع لتدخلوا السحب. حمزة ولينا وحورية ونورة ما سمعت صوتكم أبدا اليوم، وسارة وهنية عذيبة وسيف، لا سمعنا سيف وسمعنا سعيد. أصدقائي عم بستنى اتصالاتكم، نجمة الأسبوع موزة كمان عم بستنى اتصالك يا صديقتي. فكروا كتير منيح وكتبوا اتصالاتكم، وإذا ما كنتوا بتعرفوا المعلومات أكيد بتقدروا تطلبوا المساعدة. ولتعرفوا كمان أنه الهدف من ريمبو أنكم تدوروا على المعلومة وتكونوا متأكدين منها وتتصلوا فينا وتخبرونا إجاباتكم. للأسف خالد كان آخر الأصدقاء المشاركين معنا لهذا السؤال وانتهى الوقت يا أصدقائي. سؤالنا بيقول ما هي عاصمة الإمارات الاقتصادية في الإمارات وهي ثاني أكبر إمارة في الاتحاد؟ والجواب إمارة دبي. ألف مبروك لكل اللي شاركوا معنا، كل إجاباتكم كانت صحيحة. وريمبو لسه مخبي معلومة بس بعد هذا البريك. ورجعنا لكم أصدقائي لحتى نكمل الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. بدي أذكركم تكثفوا اتصالاتكم وتشاركوني إجاباتكم لتكون فرصتكم أكبر تكونوا من بين الرابحين وتدخلوا معنا السحب بعد بكرة نهار الخميس. أصدقائي هديتنا هذا الأسبوع مقدمة من فوجتان وهي عبارة عن جولة سياحية بإمارة الفجيرة بقيمة 1600 درهم شاملة وجبة الفطور والغداء كمان المواصلات. رح نعرف ريمبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو يا أصدقائي كمان مرة وقف عند اللون البنفسجي، وهالمرة اللون بيقول من التراث الإماراتي حيث تستخدم في صباغة الأيدي والشعر وعلاج الجروح، وهي عبارة عن شجيرة حولية معمرة دائمة الخضرة غزيرة التفريع، جذورها والتدية حمراء وأوراقها بسيطة متقابلة الوضع بلون أحمر خفيف أو أبيض مصفر، والأزهار الصغيرة بيضاء لها رائحة عطرية قوية ومميزة. ما هي الشجيرة المعمرة والتي تستعمل لأغراض التجميل وعلاج الجروح؟ رح كرر عليكم يا أصدقائي، سؤالنا بيقول من التراث الإماراتي حيث تستخدم في صباغة الأيدي والشعر وعلاج الجروح، وهي عبارة عن شجيرة حولية معمرة دائمة الخضرة غزيرة التفريع، جذورها وتدية حمراء وأوراقها بسيطة متقابلة الوضع بلون أحمر خفيف أو أبيض مصفر، والأزهار صغيرة بيضاء لها رائحة عطرية قوية ومميزة. ما هي الشجيرة المعمرة والتي تستعمل لأغراض التجميل وعلاج الجروح؟ فكروا يا أصدقائي. رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو ألو. ألو. أهلا وسهلا حليمة، خبريني شو الجواب. الحنة.
حدا ساعدك؟ بابا وماما. الله يحفظهم يا رب. شكرا لمشاركتك صديقتي حليمة. راح اسمع الجواب كمان من فاطمة. يلا تمام. الو، اهلا وسهلا صديقتي من جديد، خبريني شو الجواب؟ الحنة. اكيد صح؟ اكيد. شكرا لمشاركتك فاطمة، ان شاء الله تكون اجاباتكم يا صديقاتي صحيحة. الحنة صح او خطأ؟ فكروا كتير منيح يا اصدقائي وكتفوا اتصالاتكم وشاركوني اجاباتكم لحتى تكون عندكم فرصة اكبر تقدروا تدخلوا السحب معنا نهار الخميس. رح ناخذ اتصال ونقول الو. الو، مرحبا، مين معي؟ سارة. اهلا وسهلا سارة من جديد، خبريني شو جوابك؟ الحنة. حدا ساعدك؟ لا. برافو عليكي، شكرا لمشاركتك سارة، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحة يا صديقتي. مين لسه من الاصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كتير منيح اصدقائي وكتبوا اتصالاتكم. اتصال جديد ونقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا موزة. اهلا. خبريني شو جوابك؟ شكرا لله. متأكدة صح؟ ان شاء الله. شكرا لمشاركتك موزة، ان شاء الله تكوني من بين الرابحين معنا يا صديقتي. اتصال جديد ونقول الو. الو الو. الو. لجين، اهلا وسهلا من جديد، خبريني شو جوابك؟ الحنة. بدون ما حدا يساعدك كمان؟ لا. برافو عليك صديقتي المجتهدة دائما لجين، شكرا لمشاركتك الدائمة معنا. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ رح أرجع أكرر عليكم يا أصدقائي، اللون البنفسجي كان بيقول من التراث الإماراتي حيث تستخدم في صباغة الأيدي والشعر وعلاج الجروح، وهي عبارة عن شجيرة حولية معمرة دائمة الخضرة غزيرة التفريغ، جذورها وتدية حمراء وأوراقها بسيطة متقابلة الوضع بلون أحمر خفيف أو أبيض مصفر، والأزهار صغيرة بيضاء لها رائحة عطرية قوية ومميزة. ما هي الشجيرة المعمرة والتي تستعمل لأغراض التجميل وعلاج الجروح؟ رح ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ براء. براء، أهلا وسهلا فيك، منين عم تحكينا؟ انفجار. أهلا وسهلا فيك صديقي، خبرني شو جوابك؟ الحنة. متأكد؟ أم. شكرا لمشاركتك، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. براء، مين لسه من الاصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كثير منيح يا اصدقائي وكتفوا اتصالاتكم لحتى تزيد فرصكم تدخلوا معنا السحب نهار الخميس وتكونوا من بين الرابحين الحاصلين على جوله سياحيه باماره الفجيره بقيمه 1600 درهم شامله وجبه الفطور والغداء كمان المواصلات. فكروا كثير منيح، واذا ما كنتوا عارفين الجواب اكيد بتقدروا تطلبوا المساعده من الموجودين معكم كمان من جوجل. رح ناخذ اتصال ونقول الو. الو الو. اهلا اهلا آمنة، كيفك اليوم؟ الحمد لله. تاخرتي كثير علينا، خبريني. سلامة قلبك، خبريني صديقتي عرفتي شو الجواب؟ ايه. شو؟ الحنة. متأكدة؟ متأكدة، بس عادي اختي تشارك؟ طبعا اكيد عادي. الو 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 صديقتي. الو، شكله انقطع الاتصال. آمنة شكرا لمشاركتك واكيد عم بستنى مشاركة اختك. شكرا لمشاركتك يا صديقتي والف سلامة عليكي. مين لسه من الاصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كثير منيح وكتبوا اتصالاتكم اصدقائي لتكون فرصتكم اكبر تقدروا تدخلوا معنا السحب وتكونوا كمان من بين الرابحين. رح ارجع اكرر عليكم شوية معلومات بتقول من التراث الإماراتي حيث تستخدم في صباغة الأيادي والشعر وعلاج الجروح، وهي عبارة عن شجيرة حولية معمرة دائمة الخضرة غزيرة التفريع، جذورها وتدية حمراء وأوراقها بسيطة متقابلة الوضع بلون أحمر خفيف أو أبيض مصفر. رح ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ هنية. أهلا وسهلا فيك هنية، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله. أنت كمان مريضة؟ لا. اوكي تمام الحمد لله. خبريني هنية شو الجواب؟ الحنة. اكيد اكيد. شكرا لمشاركتك هنية. موزة معي ولا انقطع الاتصال؟ للاسف يا صديقتي انقطع الاتصال، اكيد عم بستنى اتصال موزة. مين لسه من الاصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كثير منيح يا اصدقائي وكتبوا اتصالاتكم لحتى تكون فرصتكم اكبر تقدروا تدخلوا معنا السحب. للاسف بدا العد التنازلي يا اصدقائي. 2
وانتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول: أصدقائي، ما هي الشجيرة المعمرة والتي تستعمل لأغراض التجميل وعلاج الجروح؟ والجواب الحنة. ألف مبروك لكل اللي شاركوا معنا، كل إجاباتكم كانت صحيحة. للأسف مشوارنا معكم وصل للنهاية. أكيد أنا وريم عم نستناكم بكرة بنفس المواد الساعة 5 على قناة الفجيرة. لا تنسوا تكونوا موجودين. هلأ صار لازم لكم. باي باي.